ها شاورما؟ شاورما يلا جاهزين. فكنت اول مطعم شاورما دي اي؟ اول مطعم شاورما دجاج بالكويت كان هذا المحل. انزين بهالمكان. ايه ونعمل الدجاج المسحب انتشر بالكويت او بالخليج بناء على هالمحل. حلو يعني زين نجرب شاورما عيل الحين. تكرم عيونك. عملنا اثنين شاورما دجاج. ايه شقفة واحدة لو سمحت. فلقة واحدة. فلقة واحدة. فلقة واحدة. ومسحب. هذا المحل كان اول يعتمد على ثلاث سندويشات او اربعة اللي هو الشاورما دجاج والمسحب والهوتدوكس والبطاطيو. طيبة؟ طيبة. صحة وعافية. ذكرتني بالتسعينات. صح. التبلة مثل ما هي. ما تغيرت. نفسها والله. نفسها ما تغيرت ابدا. كنا قبل كنا صغار امي دخلتنا عقب المدرسة المغرب نتعلم نروح سباحة. فكلنا احنا وعيا خالاتي نتكود بسيارة ونروح نتدرب نسبح بعدين كلنا نروح فرح. فكانت وقعت سنة كان كل ثلاثة مرتين باسبوع بس فرح وناكل مسحب. قبل ما كان اكو دليفري كونسبت يعني نروح ناخذ منه. لا كنا نروح اوكي اكسبيرينس مال احنا عند المطعم هذا واحد بعدين اكسبيرينس من المطعم للبيت فريحه ايه. السياره كلها ايه. 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 هذا كان هم يعني موضوع ايه. الريحه لين توصل البيت ما تقدر تاكل اي في النطره في النطره بعد بس انا اكثر شيء مربوط بالسياره اكل بسياره ونسمع اغاني حتى اول ما خذينا الليسن وي بس نحوس بالشارع اي من فماكو الا من شاورما لشاورما فكله اغاني وشاورما. تدرين لما نركب الطياره ولا مكان وايد ازعاج اكل الطياره ليش مو حلو؟ مو لانه هو مو حلو لانه ازعاج. ولما يصير ازعاج يور سنسز ما تحسين باشياء. الصوت يخليك تركز على السيرتن تيستس اللي بالاكله نفسها. اوكي فاي فمثلا صوت هادي هدوء الله كذي سبا ولا مثلا جاز خفيف يطلع الحالات بالاكل. اذا الرذم سريع وكذي يطلع الحروره فمثل الموسيقى الهنديه ولا الموسيقى اللاتينيه فالاكل تحسون فيه سبايسير حار اكثر. ممكن هذا يكون ربط بالاغنيه بس هم كانوا قاعد يتكلمون عن ربط بال يعني بالفريكونسي نفسها او بالسرعه. لون الاحمر بعد لون الاحمر اللون الاحمر اذا قاعد بمكان بلون احمر تحس بالشيء حالي اكثر اذا شفت لون احمر. فتغير النيون ساين مالت المطعم حمراء فتشيك كله احمر فراح يكون حالي اكثر. فيجرد انه لما يكون الشيب راوندر مال الشوكليت تحسين فيه سويتر فهو إيه؟ قللوا الشوجر ليفلز اللي فيه بس لان الشيب ماله راوندر عشان المخ يعني هو اللي يقولك الحين مهن قاعد بدينا قاعد يقول عزيز انه الخشم اللي يعني الخشم اللي يضوق فيه اكثر من اللسان خلينا نقول هو بالنهايه المخ اللي قاعد يضوق فيه. ايه المخ. فهذه شاورما كنا نسويها بالمزرعه لانك كان عندنا نربي بط ودياي عندنا بالمزرعه قليل يعني بس استخدام البيت بس اذكر هالشاورما يعني من الف الشاورمات اللي انا ماكلتها والحين بضوقها هي نفس الشاورما مالت طفولتي او مو طفولتي كان من 14 سنة.